تؤكد مملكة البحرين على طابعها الإنساني في الكثير من المراحل والظروف. وفي هذا الإطار تشهد عملية توزيع الوجبات على أفراد العمالة الوافدة حالة من الانضباط والالتزام بالإجراءات الاحترازية. تكتسي عملية توزيع الوجبات الغذائية على أفراد العمالة الوافدة بطابع إنساني يجسد كيفية تعامل البحرين مع أزمة كورونا ومنهجها الإنساني الأصيل الذي يلقى كل احترام وتقدير. وفي هذا الإطار تمضي آلية التوزيع والتي تتم عبر أكثر من موقع وبوحدات متنقلة وفق أعلى درجات الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، وفي مقدمتها ارتداء كمامة الوجه وترك مسافات كافية بين الأفراد بما يحقق مبدأ التباعد الاجتماعي المعمول به. أنا سعيد اليوم أن أكون معاكم لإطلاعكم على النقطة المتحركة لإفطار صائم واللي تتبعها المحافظة. اليوم المحافظة العاصمة تفطر ما يقارب 30,000 صائم في محافظة العاصمة، وهي عدد كبير يحتاج إلى جهد كبير فضل تعاون موظفي محافظة العاصمة وشرطة المجتمع والمتطوعين. استطعنا أن نوزع هذا الإفطار. الحمد لله جميع الاحترازات خذيناها في التوزيعات، وكما تشاهدون اليوم التوزيع دائما يتم في الهواء الطلق، ونسعى إلى تنظيمه بحيث يكون في تباعد اجتماعي والإجراءات يعني المتبعة ولبس القفاز وأيضا القناع للحماية من العدوى. والحمد لله الجميع ملتزم وقاعد يستلم بطريقة آمنة، وإن شاء الله الله يعود عليكم الجميع في هالعشر الأواخر من رمضان ويساعدكم ويساعد الجميع على عمل فعل الخير. وأنا أشكر الموظفين المحافظة ومديرية شرطة المحافظة والمتطوعين على الجهد الكبير اللي بذلوه، يستطيعون أن يوزعون ما يعادل 30,000 وجبة بالإضافة إلى 5,500 سلة غذائية للأسر البحرينية المتعففة. والحمد لله هذه البحرين فينا خير كلنا بإذن الله. تبقى مسؤولية الالتزام بكل ما من شأنه تعزيز التدابير الوقائية مسؤولية مجتمعية في الأساس، تنطلق من حرص الفرد على حماية نفسه ومن ثم مسؤوليته في حماية مجتمعه.